السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم وأدعوكم للتواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفنا لهذه الحلقة الشاعر والكاتب الصحفي مكي النزال. قبل أن نذهب إلى حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، دعونا نتابع آخر الإصدارات الثقافية. ولا ندعوكم لمتابعة قصيدة للعراق يقرأها الشاعر حارث الأزدي. تراتيل من الوجع العراقي، تراتيل بحزن من بلادي، تنوء به القوافي باجتهادي، فيظهر من قريض الشعر بث إذا ليلى تحط لدى سعادي. وإن قيس تأقلم في خباء، فهل عمرو سيمشي بالتئادي؟ وهل أبناء يعرب إذ تنادوا أفادونا بحق مستعادي؟ وضاع عراقنا علنا بخطب مريع ذاب من ألم فؤادي. نعد مصيبة فتكون أخرى، ثقال في اكتئاب في سوادي. لبغداد الحزينة خفق قلبي، مآسيها تلوح بكل وادي. يخيم في العراق اليوم حزن، تمادى الظلم من جبل لوادي، وأوجاع البلاد لها صرير كعصف الريح في يوم الصراد. ألا يا أيها الوطن المعنى، لعلك مدرك سر التمادي. إذا هتفت حناجرهم بوهم، أغير الشوك تجني في الحصاد؟ يمجون السلام بسوء لفظ، سلام سيق في طعم الفساد. عراق صار مرتعهم لنهب، ألا تبا لهم في سم زادي. مصائب لو أردت لها قصيدا، ستغترف البحور من المداد. وباء حل في دنيانا حتى به اكتست المزارع بالجراد. فهل يبقى بها ثمر زروع؟ وهل تبقى على قيد بلادي؟ إذا طال السكوت فسوف يمضي بنا حال المساءة بالشداد. عراق جالت الأغراب فيه، تواصوا مثل منعقد العهاد. تعاهدنا الظلام بلا منار،
ضحايا نحن غرقى في العناد، تجوب سماءنا محن كبار، نسلم لا نجيد سوى الحداد، نزوح في الفلاة بغير ذنب، وتهديم المنازل باشتداد. أيا أهلي كفانا اليوم صمتا، فقد بدت المصائب في ازدياد. يمازج حزننا أمل كبير، على قيد التصبر لن نفادي. فيا رباه نصرك إن ظني دخول تحت قولك يا عبادي. والآن دعونا نتابع فقرة هذا كتاب. أنا الباحث والأكاديمي الدكتور يوسف ربابعة، وهذا كتابي بعنوان أثر المصطلح النحوي العربي في المصطلح النحوي العبري، والصادر عن دار زهدي في عمان. يتناول هذا الكتاب الأثر الذي أحدثه المصطلح النحوي العربي في المصطلح النحوي العبري في الفترة الأندلسية التي كان العبرانيون يعيشون فيها في الأندلس مع المسلمين. وقد حاول في ذلك الوقت علماء اليهود من إحياء اللغة العبرية تحت ظل الحكم الإسلامي في ذلك الوقت، ولأنهم لم يكن لديهم لغة عبرية، فقد كانت اللغة العبرية قد ماتت منذ سنوات طويلة، استخدموا في البداية اللغة العربية، الحروف العربية، وكتبوا اللغة العبرية بحروف عربية، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى كتابة العبرية بحروف عبرية. ولأن لكل لغة قواعد، فقد كان عليهم أن يستنبطوا قواعد لغتهم من خلال الاستعمال اللغوي لتلك اللغة، ولذلك أخذوا أو استعاروا، كما نسمي في علم اللغة، استعاروا المصطلحات النحوية العربية وجعلوها على لغتهم وطبقوها على لغتهم. فاستعاروا أحيانا المصطلح لفظا كما هو فاعل أو مفعول به، واستعاروا بعض المصطلحات بالمعنى، واستعاروا بعض المفاهيم النحوية أيضا التي كانت موجودة في ذلك الوقت، وألفوا كتبا مشابهة للكتب العربية. وهذه الكتب تحمل أيضا أسماء الكتب العربية، مثل كتاب الأصول وكتاب المعاني وكتب أخرى أيضا. وكان علماؤهم مهتمين جدا بتقليد العلماء العرب في ذلك الوقت، وحتى أن العلماء أو عندهم كانوا يسمونه شيخ، مثلا ابن حيوج هذا الذي كتب كتاب الأصول كان يسمى شيخ النحو أو شيخ العبرية، كما يسمى مثلا سيبوي شيخ العربية. ولذلك كان هذا الموضوع مهم جدا في تناول الأثر الذي أحدثه المصطلح النحوي العربي في المصطلح النحوي العبري في تلك الفترة التي عاش فيها اليهود مع المسلمين في الأندلس. وحاولت أن أجد أغلب المصطلحات النحوية التي استخدمها العبرانيون أو اليهود في الأندلس في كتبهم طبعا، ورجعت إلى كثير من هذه الكتب واعتمدت عليها. أهلا بكم من جديد. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والكاتب والصحفي مك النزال. درس اللغة الإنجليزية في بريطانيا وعمل مترجما ثم موظفا في مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. أصدر 3 دواوين شعرية هي خذني لبغداد وحنين الشرق وخباء الليل. أصدر رواية قصيرة تحمل عنوان كاميرا الحب والحرب. أصدر 2 كتابين في التحليل السياسي هما الفلوجة والسلاطين والفشل الذريع.
كتب الكثير من المقالات السياسية والثقافية باللغتين العربية والإنجليزية. نال جائزة مؤسسة بروجكت سنسرد الأكاديمية الأمريكية عن أفضل مقال عام 2010. فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. مرحبا بك أستاذ مكي، ضيفا بكم على فضاءات. مرحبا بكم بعد غياب، والحمد لله على سلامتنا جميعا. حياك الله، فرصة طيبة. ها نحن نعود من جديد للحوار واللقاء، وأسأل الله أن يمن على العالم أجمع بالأمان والطمأنينة. آمين آمين. نتحدث كبداية عن ثورة تشرين، وأنت كتبت الكثير ويعني كنت متفاعلا مع صفحات هذه الثورة. لنفتح هذه الصفحات ونسمع من مكي النزال ما كتب في هذه الصفحة. يعني ابتداء أنا كتبت أول مقطع شعري لفلسطين. نعم. وكان عمري أقل من 14 عاما. قلت إننا نحن القوافي والقصائد، نحن زغرودة أم، نحن أنشودة عائد، كان شعبي صامدا ويظل صامد. جميل. وكنا في المتوسطة وقتها. ثم كتبت ولم أنشر لحرب العراق المقدسة ضد الاجتياح الإيراني الذي أوقفه الله بسواعد الرجال العراقيين. ثم تفاعلت كثيرا وكتبت كثيرا جدا للمقاومة العراقية الباسلة التي انطلقت في العراق من مدينة الفلوجة، وكتبت للثورات الأخرى. يعني الثورة تشرين ربما بدايتها 28 من نيسان 2003 حينما خرجت مظاهرة في الفلوجة وقمعها الأمريكان بالقتل، ثم 2011 ثم 2014 أو 13 وهكذا. ولكن ثورة تشرين كانت زبدة لهذا النوع من الثورات الانتفاضات، فتفاعلت معها كثيرا. والشاعر يجب أن يتفاعل مع قضايا وطنه وأمته. كتبت ما يمكن أن يجمع في ديوان كبير، ولكن لأن للشهيد حق سأقرأ عليكم أبياتا من قصيدة كتبتها لشهيد يذكره العراقيون حين جاءت حمامة بيضاء. نعم. وحطت على تابوته وسارت في الجنازة تشيع. حقيقة كان موقفا يعجز الشعر عن الارتقاء له. نعم. ولكن الشاعر يحاول أن يكون. نسمع هذا القصيدة. روح الشهيد حمامة بيضاء طافت بنا، ودماؤه حناء. روح الشهيد رسالة قدسية وقصيدة ومحبة وإخاء. كتبت لنا أسفار مجد خالد تاريخه عز على وإباء، وبصمت قديس تحرر راحلا ملأ القلوب من السماء نداء. يا ماكثا شمسا برغم رحيله شقيت بمحضر روحك الظلماء. جميل. أشرقت في ليل طويل موحش سادت به الأقدار والحقراء، وحملت أثقال السنين مكابدا لتقول حقا فالسكوت خواء، لتقول إن الشعب أطلق صرخة أصغت لها أصنامنا الصماء. من جرحك المفتوح سرب عنادل فرت وروحك للطيور سماء. يا صانع التاريخ نم مستأنسا بالحلم ترهب نوره الظلماء، إنا نحسك حي نبض بيننا
وبطيب ذكرك كلنا أحياء، ونزور قبرك طامحين بنسمة من جنة هي روحك المعطاء، نرتاح عندك من عناء ماثل متربص وعيوننا رمداء. ولقد روى التاريخ في صفحاته يفنى الجميع ويخلد الشهداء. شهداء. جميل 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 جميل، أحسنت سال مكي، أحسن الله لك. رغم قساوة المشهد واشتداد الظلام، أراك دائما، لست وحدي طبعا، كثير من يتابع المسيرة الشعرية لمكي نزال فيما يخص الأوطان والثورات، أنك توشح قصائدك دائما بالتفاؤل، فهذا التفاؤل يعني هل نابع من حتمية الانعتاق، أم هو يعني عيش الشاعر حالة لصد اليأس والانكسار؟ حقيقة هو موضوع واسع، وأنا أشكرك على إثارته. يعني أولا المؤمن أمله بالله لا ينقطع، ونسأل الله أن نكون من المؤمنين، آمين، هذا أولا. ثانيا هناك دراسة للتاريخ، يعني من قال أن يوسف، النبي الله يوسف عليه السلام، يصبح ملكا لأكبر مملكة في عصره، وهو الصغير المحاصر الملقى في البئر، نعم، والملقى في السجن، وحوله المكائد وكل هذا، من قال ذلك؟ الله سبحانه وتعالى قال كن فكان. إبراهيم الذي حطم تماثيل قومه وأصنامهم، أصبح أبا للأنبياء، وأي أنبياء؟ يعني أنا أدرس التاريخ فأرى أن الشمس لا بد أن تشرق، ولاحظ أني لا أضيع الواقع، فأنا أبتدئ بالصورة الحزينة الواقعية الحالية، لكن الشمس الأمل في داخلي قوية منذ صغري. يعني كنت أمرض مرضا يظن الناس أنه قاتلي، وأنا طفل صغير ولا أحس إلا بحزنهم، أقول لماذا يحزنون، سيشفيني الله، يعني عندي هذا النفس. يعني نستطيع أن نقول إن هو بناء عقائدي أو يقين عقائدي امتزج مع خيال الشاعر وأحلام الشاعر ومع دراسة التاريخ، والوقائع التاريخية. فهذا الواقع، يعني من صغيرنا سمعنا دوام الحال من المحال، وهكذا حصل. يعني بعض الظلمات تطول وتقسو علينا، يعني نحن منذ 17 عاما ونحن في بؤس، لأن وطننا مستباح، ولكن هناك هذه الشمس التي كما تفضلت عقائدية وعلمية أيضا، يعني مقرونة بعلمية دراسة التاريخ، تتلفت حولك فترى أن الفرصة قاب قوسين أو أدنى من التحقق. وأنا بالمناسبة متفائل، أن قضية العراق ستحل جزئيا، سنبقى كبعض الدول مرتبطين هنا وهناك، ولكن عندي أمل أن يتغير هذا الواقع المزري إلى أفضل نسبيا بعد 3 سنين. كيف بنيت هذه القناعة؟ يعني أنا كما قلت عقائديا أحيانا، تشرق عندك فكرة، ولا أخفي عليك أني يعني اختلطت بالكثير من كبار دهاقنة المخابرات الأجنبية، عن طريق الإغاثة والإعلام، وكانوا يأتون كعالم آثار فمنذ 2007 وأنا يعني عندي يقين مما سمعته من هؤلاء، أن قضيتنا ستطول ربما 20 عاما، وأمل أن الله سبحانه وتعالى يجعل في ذلك فعلا. يعني علينا أن ننتظر 3 سنوات أخرى مثلا، يعني ليتها تنتهي ب3 سنوات أخرى، لأننا الآن في قعر البئر المظلمة. نعم.
نركز مرة أخرى على ثورة تشرين التي انطلقت في 1 تشرين الأول، في الأول من تشرين الأول عام الماضي 2019. المشهد المأساوي والانكسارات يعني دائما كفة الباطل راجحة على مدى سنوات الاحتلال، الميليشيات والمؤسسات العسكرية والأمنية المجرمة التي مرتبطة بمؤسسة فاسدة، خلقت حالة من اليأس عند المواطن البسيط الذي ربما أنه بناؤه العقائدي أو أنه هذه المرتكزات الغيبية ربما أنه غير متوفر لديه في نفسيته كما أراها عند شاعرنا العزيز مكي النزال. خلقت حالة من اليأس والإحباط أنه لا حل، لا يمكن، حتى أنه فقد المواطن البسيط الأمل في أن تكون هناك ثورة تغير موازين الحياة. مجيء ثورة تشرين بهذه القوة، هذه الحدة، رغم كل القسوة التي استخدمت ضد الشباب الثائرين، بقيت مشتعلة حتى الآن. هل هي خارج حسابات المحتل وأتباع المحتل؟ يعني المحتل له أدواته، نعم، حتى داخل الثورة، يعني كل مدة تجد أحد الناشطين ينكشف، نعم، فإذا هو تبع لفلان، نعم، الاحتلال قوي، نعم، واستخباراته قوية، ولكن المفاجئ بالثورة، الثورة نحن كنا نعلم، لا ندعي أننا حركناها، نعم، ولكن قيل لنا أن في الأول من تشرين ستكون هناك ثورة، نعم. المفاجئ هو الالتفاف الجماهيري القوي حول هذه الثورة. نكمل حديثنا عن الثورة وما جاءت به المفاجآت بعد هذا الفاصل، معذرة أستاذ مكي. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والكاتب والصحفي مكي النزال. أعود إليك أستاذ مكي، كنا نتحدث عن ثورة تشرين وكيف فاجأت يعني فاجأت الأعداء وفاجأت المحبين من العراقيين. يعني ودي أن نكمل ما بدأنا، يعني المفاجأتان، نعم، اللتان لم تفاجئاني بالمناسبة، ولكن كانتا أكبر مما توقعت، وليستا أكبر مما أملت. هو الالتفاف الجماهيري الواسع، مشاركة المرأة، مشاركة الطلاب والأطفال، هذه نحن إذا جئنا نخطط لهذه المشاركات لما نجحنا لهذه الدرجة. لنفرض أن معنا كما يدعون مليار دولار وجئنا نصرف على هذه الثورة، سننجح بتزويقها بمظاهرة طلابية هنا ونسوية هناك، ولكن هذه الثورة الفقيرة ماديا والغنية عقائديا نسفت مليارات العالم، نعم، وأساطين السياسة بهذا الالتفاف العميق بهذه المرأة التي تأتي وتبيت في ساحة لكي تخبز، نعم، لأبنائها كما تقول، والله إن العين لتدمع. تلك الامرأة من الناصرية التي تناشد الأنبار فتثير حنق كل هذه القوى، وهذه القوى أكثر من أمريكا وإيران بالمناسبة، نعم، قوى كثيرة سيئة في هذا العالم، أغاضتهم امرأة من الناصرية، نعم، لماذا تناشدين ابن الأنبار؟ إنها غريزتها بالإخاء، وإلا فلماذا؟ أحد رجال الدين المنافقين أنه يعني رانا على قلبه النفاق والحقد، قال هذه من الأنبار، ألم نقل لكم أن هذه الثورة اسمها ساحرة من يعني الأنبار هم بعدين ردت عليه هي، قالت أنا من الناصرية، لم أصل الأنبار سابقا، أنا ولا انتصل. نشوف الكذب، وحتى يعني كذب بغباء، يعني ضمن هذا المسلسل من اتهامات الباطلة وجهت إلى الثورة، أنه
هؤلاء مجرمون، هؤلاء كذا، يأخذون مخدرات، مرتبطين بسفرات إلى آخره. يعني رد الفعل من قبل الثوار أنه هناك معرض للكتاب في ساحة التحرير، مكتبة. هناك مكتبة، نعم، هناك معرض فن تشكيلي، هناك قراءة قصائد، كيف تقرأ هذا الـ هذا الـ هذا الرد من الثائرين اتجاه أكاذيب السلطة؟ أنا أنحى منحا آخر. نعم. هذا العراقي حين تعطيه متنفسا، نعم، ماذا يفعل؟ لأن نحن اشتغلنا في الصناعة والتجارة، وكنا نرى في عامل ما، نعم، نباهة، فنعطيه متنفسا، نقول دعه يجرب. نعم. هذه لم يجلس أحدهم كأنا وأنت ويخطط أن تفتح مكتب. كل واحد من هؤلاء جاء حاملا فكرته، هذا يحمل كاميرا ويفتتح معرضا للتصوير، وذاك يحمل 20 كتابا اشتراها بكده، وهو بالمناسبة أحدهم، أحد كبار المتظاهرين، هو عتال حمال، نعم، يدفع عربة، يعني صار رمزا وأيقونة. هذا فتح مكتبة، وذاك قال أنا تسمحوا لي أن أرسم هنا؟ قالوا أرسم. فجاء آخرون فنانون ورسموا إلى جواره، فأصبحت اللوحة. مهندس الكهرباء قال أتسمحون لي أن أمد الكهرباء في بناية جسر السنك، موقف السيارات؟ نعم. الآخر قال أنا أصلح المصاعد. هذا الذي رأيناه في الفلوجة في 2004 أو 2003 رأيناه في ساحات العز، في ساحة التحرير والناصرية وغيرها. كل إنسان عراقي أخذ فرصته ليخدم بدون قيادة، بدون توجيه. هناك بعض التنسيق يتبرع به أيضا أحدهم، يعني فرصة للأدعياء أن يقول أنا وجهتهم، ولكن سينكشفون. كيف تنظر إلى نتائج الثورة والعالم كله، العالم، القوى الدولية حتى نخصص، كلها متآمرة على هذه الثورة؟ كيف تنظر إلى، أو كيف ترى مستقبل حقيقة المستقبل العراقية؟ لن أتوقع، لا أتوقع أن الثورة ستغير النظام، نعم، ولكن الثورة ستبقى الصوت العراقي الواضح. كلما يقولوا يكذبون، الآن هناك ليس أنا وأنت نظهر على برنامج يراه الآلاف، نعم، لا، يظهر واحد لا ندري ماذا يشتغل، ربما طبيب وربما طالب وربما امرأة، ويقول هذا المسؤول كذاب. هؤلاء كشفوا كل الصورة في العراق، الجزء الطيب والجزء السيء. جميل. بدي أتحدث في تجربة مكي نزال الخاصة الشعرية. علمت أنك الآن عاكف على كتابة القصيدة المعلقة، كيف جاءت لديك هذه الفكرة وأنت كنت ضد القصيدة الطويلة؟ الحقيقة أنا ما زلت مع القصيدة المتوسطة، نعم، ولي من القصائد القصيرة الكثير. لماذا؟ لأن الأفكار تتزاحم في رأسي، فلا ألبث أن أكتب أبياتا في قصيدة حتى تأتيني فكرة أخرى فأتركها وأقفز إلى الأخرى، لذلك فأنا مكثر في الشعر كما تعلم حضرتك. لكن هذه القصيدة كتبت منها ربما 80 بيتا دفعة واحدة، فضحك أخونا الشاعر حارث الأزدي وقال اجعلها 100. هو لا يدري، من باب المزحة، من باب المزحة. هو لا يدري أن هذه القصيدة، نعم، الوحيدة في حياتي، نعم، والأولى التي تلح علي أينما أكون، في فراشي، بحيث يعني عدة مرات تأتيني فكرة إكمال القصيدة وأنا على وشك النوم، فتكاسل من فتح الكمبيوتر فأكتبها على مذكرات الهاتف، نعم، وأصحو صباحا
ولأول مرة في حياتي وأنا أتذكر ما كتبت في التليفون. تعرف جنابك أني لا أحفظ من شعري شيئا أو القليل جدا يعني. فهكذا ظلت تلح ولغاية الآن وهي تلح، لكني قررت أن أطلق عليها رصاصة الرحمة بإكمالها في داخلي. قلت انتهى، انتهى عند أي رقم؟ عند 333 333 بيتاً. يعني من غير المعقول أن أسترسل، يعني الآن وصلت إلى 333 بيتاً. نعم. القصيدة الوحيدة التي راجعتها أكثر من 20 مرة. يعني تناولت مواضيع مختلفة أم كان هناك تركيز على موضوع؟ نعم، الحقيقة هي كالأولين، وأنا عندي كما تعلم الكثير، يعني معروف شعراء الجاهلية الذين كتبوا القصائد الطويلة معلق، يعني تناولوا كل جوانب الحياة، تناول الغزل ما يسمى النسيب، الوقوف على الأطلال، التفاخر. هذه القصيدة أو الجاز أن نسميها المعلقة في عصر التكثيف تناولت المواضيع المشتركة بين مكي نزال وشعراء الجاهلية؟ الحقيقة أنها تناولت الكثير من ذلك. نعم. يعني أنا لا أريد أن أحكم عليها، فأنا الشاعر وأنتم القراء والنقاد. يعني مطلعها بغتتني بالنوم. نعم. قبل الأواني تشتكي عارضا بدا للعياني، هرعت تستريح من ثقل هم مستقر بجفنها الوسنان، تتفادى ما راعها من قصيدي من بديع محسن الإلسان، فيه من بابل بهاء وسحر وحكيم المقال من لقماني. هذه البداية، ولكن ربما ثلث القصيدة هو غزل. نعم. أعود إليه، ثم كما رأيت الآن، يعني صح أنه إحنا نتكلم عن السحر، نعم، ولكن جئنا ببابل لغرض في نفس الشاعر، لنثير تاريخا معينا، وجئنا بحكمة لقمان. نعم. في البيت الرابع. ثم أعود للتغزل، ثم أخاطبها وأقول وأرى فيك فطنة. نعم. ووفاء. هنا هذا الجمال الذي لا يذكره الشعراء كثيرا. نعم. الشعراء يذكرون العيون والخدود، أنا أيضا أتغزل. نعم. ولكن يعني لماذا لا نذكر هذه؟ عفوا، هناك قبله أقول لم أشأ أن أنوح. نعم. أو أتشكى ليس مثلي بالنائح الأناني، لي بلاد تريد مني حضورا. احنا قفزنا إلى لب الموضوع، الوطن الحقيقة. وعثار في دربها أثناني، أنا ممن مشوا طريق التحدي ليس لي في استعانتي رباني. ثابت كالجبال أحمل همي، مؤمن لا مراء في إيماني، وأرى فيك فطنة ووفاء، انظر التقلب، وملاذا بوسعه إسكاني، ليس عيبا إن قلت أجهدت سعيا، ومسيري إلى الذرى أضواني، لم أشأ غير أن أكون قريبا حاذرا ما يدون الكاتباني. انظر إلى تعدد الأغراض في هذه الأبيات. نعم. القليلة يعني. هذا طبعا يأتي ب يعني سياق الانهمار. نعم. يعني لو كان متصنعا لفشلت. نعم. لأنه صعب جدا، ولكن هذه القصيدة حقيقة، انظر يعني أرجو أن يتسع الوقت لنا. نعم. أقول طامحا أن خطوتي تتخطى غاضبات الدروب للرضوان، هل يعود الزمان حيث بدأنا رحلة العمر في الربوع الحواني؟ في أعالي الفرات، هنا رجعت لأجدادي. نعم.
في أعالي الفرات ننهل عذبا من فرات مرقرق في السواني. يعني تشير إلى مدينة عانك ونحن عانة وراوة. نعم مدينة عانة وراوة. نعم والسواني هي بالمناسبة يعني أنت مزيج عاني على راوي. نعم على فلوجي على بغدادي على أردني. نعم جميل. وبطيارتي طبعا طيارتي. نعم. ليس طيارتي. يعلق قلبي حين تغزو الفضاء بالخيطاني. تقصد الطيارة الورقية. نعم. وبطيارتي يعلق قلبي حيث تغزو الفضاء بالخيطان. فرح كان لا يباع بمال بل يعم القلوب بالمجان. ثم يمضي الصبا لعمر جديد مثلما نبنقم بعهد اللباني. صرت تخفين رائع الشعر عني بحجاب من الحرير اليماني. وأنا اخترت من عراقي عقالي وشماغي مطرز حوراني. جميل حوراني. يعني هنا انتقلنا من الذات للغزل للوطن. نعم. للقومية في أبيات قليلة. ممكن أن تكون هذه أنت تناولت الطفولة تناولت الحب تناولت الوطن ممكن أن تكون يعني سيرة ذاتية لمكة النزال عبر قصيدة هذا. نعم حقيقة لا أعرف السر. نعم. ولكن كلما كتبت على ما علمتموني أن هذا يسمى البحر الخفيف. نعم. وأنا كنت أكتبه ولا نعم أعرفه. هذا بحر الخفيف. نعم. يعني كتبت سامريني فإن ليلي طويل فاعلات مستفعل فاعلات. نعم. قبل ربما 40 عاما. نعم. كتبت سامريني فإن ليلي طويل ولا أدري أن هذا يسمى البحر الخفيف لأنه ليس خفيفا. له ليس خفيفا لكنه يعني تستريح له النفس. لكن كلما كتبت في هذا البحر أو على هذا البحر ظهرت سيرتي الذاتية لا أدري لماذا. يعني هل هي مرافقة لكل الشعراء. نعم. أم حالة عندي ويصادف أني كل يوم أكتب على هذا البحر فتظهر عندي قصائد كثيرة. أنت تعرف أنه هذا يعني هذا اللون من الشعر الآن ربما لا يتناسب أو لا ينسجم مع تقلب أو تغير الذائقة العربية. فترة الآن نعيش فترة التكثيف والاختصارات. يعني كيف تنظر إلى نصيب هذه الجائزة نسميها معلقة في المشهد الثقافي أمام أو لذائقة أو كيف سوف تستقبلها ذائقة المتلقي أو المتذوق العربي في ظل هذه الثقافة الجديدة ثقافة التكثيف والاختصارات؟ الحقيقة حينما دخلنا الفيسبوك وتويتر غيرنا الكثير من مفاهيمنا. يعني كنا نرى أن المتلقي الجديد يعني مترف ومن ناحية ومتعب من ناحية أخرى. ولكن نشرت 3 أبيات أو 4 على تويتر وأنا جديد كنت فيه عن قضية جلد الأسرى في سجن رومية. فوجئت أن القراء 110,000. نحن نظلم المتلقي. نعم. نعم نخفف عليه الحشو والإطالة. نعم. وأما إذا كانت الإطالة نعم بتنوع فيقرأ غزلا نعم ثم يقرأ وطنا ثم يقرأ أمة ثم يعود الغزل أنا واثق نعم أنه سيكون كمن يجلس ساعتين. طبعا هو سيقرأ هذه في نصف ساعة بينه وبين نفسه وإذا ألقيت ستكون 40. إذن أنت متوقع أنها ستحظى بنصيب. نعم أنا اسمح طيب. لي أن أشرح لماذا. نعم. لأن هذا التنوع سيدخله من فضاء إلى فضاء آخر. نعم. وسيأخذه على أن لا يكون موقفه. نعم. من حيث المبدأ أن أنا لا أقرأ الشعر الطويل. أنا أحب قصيدة النثر. طبعا أنا لن أكتب من هذه 100 قصيدة. نعم. هي طفرة هي تفردت ولا نعم. أقول تفردت بوضعها هذا. ربما
ستكون هناك قصيدة أخرى بثمانين أو مئة بيت. نعم. ولكن المهم أن هذه حين أقرأها الآن أرى فيها أن ما دمت تدخل من فضاء إلى آخر. نعم. هذا أولا. وثانيا هنالك الكثير من القراء والنقاد ممن يعني نوعا ما انتقدني، قال لماذا لا تطيل قليلا يا أخي. فعندهم هذه وعندهم تلك، والقارئ حر فيما يريد. جميل. هذا اللون من الشعر موجود وهو موروث في الساحة العربية، يعني ما الجديد الذي جاء به مكي نزال؟ إن كان هو استنساخ لتجارب فمؤكد أنه الآن قلت لك أن الذائقة العربية لم تعد تتقبل القصيدة الطويلة، هل جاء مكي نزال بجديد ممكن أن يغوي أو يغري الذائقة العربية بأنها تقرأ هذه القصيدة؟ نعم، أنا جئت بلغة هذا الزمان. نعم. وهي عربية فصيحة. يعني أنا حين أقرأ مكرر مفرن نعم أفهمها وأحس بها وأستوعبها. غيري يقول لك ما هذا مكرر مفرن؟ نعم. بينما هي بانوراما ساحرة. نعم. في نصف بيت. دائما أقول ذلك. المتذوق للشعر سيجد لغة جديدة وأغراضا جديدة. حتى النسيب. نعم. سأقرأ لك بعض ما ورد. نعم. هو جديد. الباحث عن الجدة سيجد الكثير منها في هذه القصيدة. نعم. سيجد الكثير من الغزل والكثير من العنفوان والكثير من الحنين والكثير. نعم. من الذكريات منذ زمن الجاهلية الذي أقوله بلغتي أنا. إلى زمننا هذا. سيجد بعض الشكوى، سيجد. فهنا الامتحان للقارئ وليس للشاعر. جميل. أنا بس الذي علي من هذا الذي علي أني أقول. نعم. يعني النقاد لهم. نعم. قولهم. أنا لم أسمها المعلقة بالمناسبة. نعم. فأين أعلقها؟ يعني أستار الكعبة الآن. نعم. يتعلقها الداعون معروف. نعم. سميت المعلقات لأسباب عديدة منها أنها كانت تعلق على جدار. نعم. الكعبة، على أستار الكعبة. يعني هي الكثير. وهي لماذا ناسبة؟ هي لماذا علقت عسى؟ لأنها قصائد جميلة. جميلة واختيرت. فاختيرت لهذا الجماعة هنا. نعم. لطولها. نعم. لتفردها في هذا الزمان. ربما حتى في كل لا أدري هل هناك من كتب هذا العدد من الأبيات. لست أفضل منهم. إذا نسمع. ولكن. نعم. هذا النفس يعني. يعني سأبدأ بصورة أخرى لشيء جديد. نعم. أقول لها لا تخافي علي. نعم. إني شهيد لم يذق بعد لذة الأكفان. لم يمت بعد كالذين استراحوا من صراخ المحرض الطناني، بيد أني ما زلت أعلي نشيدي مفعما بالصهيل والعنفوان، وأغني ولست أخجل أني مبدع في مكيدتي للأغاني. بحة الصوت لم تكن في عيبا. نعم. هي روحي التي شدت أشجاني، أطربت نغمة النفوس ولكن صدعت جل صامت الجدران، داعبت كالنسيم قلب يتيم وانبرت للطغاة كالبركان. في يدي الحروف أسراب نجم دائر بالضياء في الأكوان، تتخطى شغاف ليلى ولبنى وتجاوزت ما هذا القيسان. وإذا جد للملاحم جد دب في الإيحاء من حساني، صحت بالماء أن يكون لهيبا في شراع المغامر القرصاني. كل بحر له ارتفاع ومد ولبحري إذا على مداني. جميل جميل جميل. إذن هي محاولة، أستطيع أن أقول هي محاولة جريئة أمام هذه المصدات اتجاه القصيدة. يعني أنا اسمح لي أن أؤكد فكرتي حتى. نعم. يعني مما قرأت الآن. نعم. ربما كل بيت. هو جديد. جميل. يعني أنت ستحكم
عبد الحق الهوى سيحكم، نعم، وأدهم الشبيب سيحكم، وربما زياد العبد ربة وأحمد شلبي، لأنهم متمسكون كل بطرف منها. نعم. أنتم ستحكمون. أنا أحمد الله أني انتهيت منها. إذن هؤلاء النقاد أنت استطعت رأيهم بهذا؟ نعم نعم، وإلا ما كنت. كيف كان تقبلهم للفكرة؟ الحقيقة هم يعني اثنان منهم لحد الآن ردوا علي، نعم، دكتور عبد الحق الهواس وهو بروفيسور معروف، نعم، واختصاصه في الدكتوراه بالمعلقات، جميل، سيعمل عليها دراسة واسعة، وصديقنا وأخونا. إذن هي ستطبع؟ الأستاذ أدهم الشبيب. هناك هي أن تطبع بكتاب مثلا؟ ربما عدة كتب. القصيدة الآن هي قيد الطبع، نعم، التصميم وما إلى. جميل. حتى يدركنا الوقت بدي أن أتحدث عن فترة الحجر والاعتكاف، فترة جائحة كورونا. يعني كثير من الشعراء والأدباء والكتاب والفنانين التشكيليون كتبوا في هذه الفترة التي منحتهم وقتا واسعا، وأنت كتبت من الأشياء الجميلة. نتذكر مطالع لقصائد من قصائد قل للطبيبة بالنقاب الأزرق، حني على دنف ذوى وتصدقي. جميل، يعني هذا خاطبة الطبيبة أو الممرضة أو موظفة صحية وهي ترتدي هذا القناع. وربما هي ليست طبيبة بالمناسبة. نعم، ربما يعني ربما هي امرأة. جميل. ما يعني ترعاك وأنت تقول لها أنها طبيبة روحك. إذن بدي لكن هذا يعني أنا سأقرأ منها قليلا. نعم. يعني حقيقة هي شاعت وذاعت. نعم. سأقرأ منها ثلاثة أبيات نسمع. نعم. ثم أنتقل إلى التي سأقرأها. نعم. يعني قبل ذلك عندي قصيدة بعثت لك مطلعها عن المطاط نعم، تقول ألبسوني كفين من مطاطي ولثاما من جارنا الخياطي. ولثاما من جارنا الخياطي. هذه فيها مداعبة. نعم. وفيها مشاكسة. نعم. تختلف لأن لم إذا نسمع لأن الوقت ضيق جدا. كل الطبيبة بالنقاب الأزرق، نعم، حني على دنف ذوى وتصدقي. قل التي يهب الشفاء حنوها، إن الدواء بلطفها المتدفق. إن الحياة تدور في أفلاكها دور الحمام على حدائق جلقي. يعني أفضل أن أقف هنا. جميل جميل. وكتبت أنت حتى مرحلة فترة لما مر شهر رمضان خلال فترة. نعم، هذه أريد أن أقرأ منها إذا متوفر. نعم، قوية. نعم. نوعا ما وتليق. نسمع بعضا منها. نعم. شهر كريم. نعم. والمساجد مقفلة والأرض بور والشوارع مهملة والخوف طاغ والذهول مخيم والخلق من فرط المخاوف مذهلة. قربت قيامتنا وآن أوانها لولا مقادير القدير مؤجلة. بدت الخليقة في موات مطبق متزلزلين وليس ثم تزلزلة. وحياتنا تبدو كموت محدق تجري ولكن بالقيود مكبلة. موت عجيب عادل متوزع وكأن آخره يعاضد أوله. لا سد يمنع حاكما متمترسا والجند في عرض البحار مجندلة. هذا الصغير يجوح أركان الدنا وكأنه الجبروت يحمل معوله. وبأعظم البلدان صال معربدا يجتال في صمت ويؤمل منجلة. انظر إلى نيويورك تحشد جندها وأعجب لواشنطن وهي معطلة. وتنقبت باريس بعد سفورها وتلفأت روما بثوب المقتلة. طهران لم تحفل فباتت محفلا للقاتل المجنون قدم جحفلة. وتشاءمت لندن تندب أهلها
تبكي ضحايا النازلات المقبلة، والصين تدفع تهمة عن ذنبها، وكأنما يجري مجرد مهزلة، كل الحواضر صفدت بذهولها، تعبى وأستار المخاوف مصدلة. جميل، يعني أكتفي هنا. جميل جميل جميل، أنت رسمت المشهد كله، يعني مشهد الوباء والمشهد السياسي. نعم، وهذه المعركة. طيب جميل. قبل أن ننهي الحوار، وهذا الحوار الجميل حقيقة، أتمنى لو كان لدينا متسع أكثر من هذا الوقت، بدي أن أتحدث عن شعراء الموقف، بحث أنت يعني سبقا قدمته. بدي أسأل، من هم شعراء الموقف؟ ما المعايير التي اعتمدتها في هذا البحث؟ باختصار شديد، أنا التزمت مصطلحين. نعم. أدب المقاومة والذي هو موجود، ولكني أردت أن أعطيه هيكلية ما عسى أن يتناوله الباحثون كأدب مقاومة. وشعراء الموقف صنفتهم باختصار إلى صنفين. نعم. وهم فرسان الصحوات وفرسان المنابر. فرسان الصحوات الذين هم يعني يحضرني من أسمائهم الصحوات بالهاء وليس بالحاء. لا، بالهاء أكيد. نعم. هؤلاء مطايا الصحوات. نعم. وهي قريبة الصحوات. نعم، الصحوة جمع صحوة. نعم. هؤلاء يحضرني منهم. نعم. أخي وصديقي المرحوم بإذن الله الشهيد محمد سعيد الجميلي رحمة الله عليه. نعم. كان شاعر مقاوم. نعم. وفرسان المنابر الذين هم عبد الرزاق عبد الواحد وقبله معروف الرصافي. نعم. ونحن وغيرنا إن شاء الله نكون بين هذا وذاك. يهمني جدا الموقف من الشاعر. نعم. إذا اتخذ موقفا سلبيا أسقطته من قائمة الشعراء. وأسقطه بعون الله مهما طال الزمن. إذا اتخذ موقفا جيدا وهو شاعر مجيد، فهذا هو الفارس الذي. نعم. نريد. إذن هذه المعايير. نعم. شكرا لك الشاعر والكاتب والصحفي مكي النزال على هذا الحوار الشيق والممتع. شكرا جزيلا لكم، وشكرا للرافدين، ونبقى بخدمة هذا المنبر ما حيينا واستطعنا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم.